السلام عليكم ورحمة الله، معكم مدرب زهير نصيري، مدرب صوبان. اليوم سنحاول أن نقوم بدورة تدريبية حول مكعب روبيك. إذن أولا نتعرف على المكعب. إذن مكعب روبيك طبيعة الحال ككل المكعبات سواء يتكون من 6 وجوه، هناك 4 وجوه جانبية ثم وجهين للقاعدة. إذن مكعب روبيك قلت هو يتكون من مكعبات صغيرة، طبيعة الحال كل مكعب له ميزة خاصة. إذا مثلا هذه المكعبات التي توجد في الوسط هي التي تميز الوجه. إذن مثلا هذا المكعب بالأحمر، إذن اللون الأساسي لهذا الوجه هو الأحمر، اللون الأساسي لهذا الوجه هو الأخضر، أي المكعب الذي يوجد لون المكعب الذي يوجد في الوسط. لون هذا الوجه طبيعة الحال هو البرتقالي. إذا الوجوه تتميز، إذا لون الوجوه كيف نعرف لون الوجه؟ الوجه طبيعة الحال بالمربع الذي يوجد لدينا في الوسط. الآن كبداية كذلك هناك شيء آخر، هناك مكعبات بوجهين أو بلونين، هناك مكعبات بلون واحد، وهناك مكعبات ب3 ألوان. إذا المكعبات التي تكون في الجانب في فئة الجوانب تكون ب3 ألوان، التي تكون في الوسط تكون بلونين، التي تكون عفوا في نعم هنا الوسط، والتي تكون داخل الوجه طبيعة الحال هي تكون بلون واحد، وهي التي تميز اللون الأساسي للوجه. الآن لنقوم بحل المكعب هناك مراحل خاصة يجب أن نعرفها. أولا نبدأ بوجهين، سنختار وجهين خاصين، سنختار مثلا الأبيض والوجه المقابل له هو الوجه الأصفر. إذا أول مرحلة يجب أن نشكل هنا زائدا وهميا، أي أصفر محاط ب4 مربعات بيضاء، بيض أبيض 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 أبيض. إذن أولا نبحث عن المربعات البيضاء التي توجد في هنا في الوسط كهذا المربع وهذا المربع. إذن مثلا هنا يمكن فقط أن أقوم بإدارته دورة أو ربع دورة فأحصل على أبيض هنا في الجانب. أبحث عن أبيض آخر، لدينا هنا كما تلاحظون أبيض في هذا الجانب، كيف يمكن أن أقوم بجعله في هذا المكان؟ إذا هنا يمكن أن نلاحظ ربع دورة مفهوم، ثم دورة في الوسط، ثم يمين إلى الأعلى، هنا حصلت على ذلك الأبيض. أبحث عن أبيض آخر في الوسط، هنا لدينا أبيض في الوسط، إذا هذا الأبيض أريد أن أجعله في هذا المكان بنفس الطريقة، ربع دورة ثم بعد ذلك أقوم بإدارته كذلك هذا بربع دورة ثم ربع دورة إلى الأعلى. نعم هنا حصلت على الأبيض. بقي لدي هنا أبيض في هذا المكان، إذا أولا نقوم بإدارته ربع دورة حتى يكون في المكان المناسب، بعد ذلك أرجعه إلى الأعلى لكنه لا زال في الوجه الآخر. إذا كما قمنا بنفس الطريقة في المرة السابقة، ربع دورة هنا ثم ربع دورة في الأسفل ثم ربع دورة، وهكذا نحصل على مربعنا الوهمي. إذن هذه أول مرحلة، سننتقل الآن إلى المرحلة الموالية. إذن سننتقل الآن للمرحلة الثانية. إذن كما رأينا وصلنا لهذا المربع الوهمي. الآن سننتقل للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية إذا هنا لدينا مثلا أبيض،
نبحث عن اللون الذي لدينا هنا. لدينا البرتقالي، يجب أن نوفر له البرتقالي. مثلا إذا كان بهذا الشكل، إذا كان هنا لدينا برتقالي، يجب أن أوفر له البرتقالي الذي يوجد في الوسط. بمعنى فقط أدير هذه الجهة، أدير الأعلى لأحصل على نفس اللون، برتقالي ثم برتقالي في الوسط. بعد ذلك أقوم بنصف دورة إلى الأسفل. نفس الشيء هنا لدينا أحمر، يجب أن أوفر له الأحمر. إذن فقط قلت ندير فقط الأعلى حتى نحصل على نفس الألوان، أحمر أحمر، ثم نصف دورة إلى الأسفل. ننتقل إلى الأبيض الآخر. هنا لدينا أبيض، اللون الذي لدينا هو أخضر، هنا لدينا أخضر سلفا. إذا لم يكن بنفس الطريقة، إذا كان مثلا في هذه الجهة، أبحث عن الأخضر حتى أجد نفس اللون الذي يوجد في الوسط، ثم بنفس الطريقة نصف دورة. نلاحظ هنا أن بقي لدينا أبيض واحد. إذن ما هو اللون الثاني الذي لدينا؟ هو أزرق. إذن قلنا ماذا نفعل؟ نبحث عن الأزرق، ثم بعد ذلك نصف دورة إلى الأسفل. الآن إذا رأينا هنا، إذا رأينا هنا في نعم، إذن هنا تكون لدينا هذا الزائد طبيعة الحال الحقيقي الآن. إذن هذه هي المرحلة المهلية. ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى. إذن قلت المرحلة الأولى، دائما هنا لدينا الأصفر في الأعلى، الأبيض في الأسفل. نبحث عن المربعات البيضاء التي توجد في الجوانب، مثل هذا المربع مثلا، ويوجد في الجانب الأعلى طبيعة الحال جهة اليمين، هنا جهة اليمين في الجانب العلوي جهة اليمين. إذن ماذا نفعل؟ إذا نبحث عن اللون الذي لدينا هنا، يجب أن يكون في الوسط. لدينا هنا برتقالي، يجب أن نوفر له البرتقالي. فقط نقوم بإدارة هذا الجزء العلوي. إذا هنا لدينا برتقالي برتقالي، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ إذا هو لدينا دائما على اليمين. إذا الآن سأدير يمين ثم أعلى ثم يمين أسفل. نفس الشيء لدينا هنا أبيض في هذه الجهة العلوية، ما هو اللون الذي لدينا هنا؟ لدينا هنا أزرق، إذن يجب أن نوفر له أزرق في الوسط. جيد، إذن هو هنا الأزرق في الوسط. بنفس الطريقة دائما يمين أعلى ثم يمين عكس. دائما نبحث عن المربعات البيضاء التي توجد في الأعلى. إذن هنا لدينا مربع أبيض أخضر، هنا لدينا أخضر سلفا. إذن فقط نقوم بالعملية المعتادة، يمين ثم أعلى ثم يمين عكس. هنا توفر لدينا أبيض ولكن في الجهة اليسرى، هنا أبيض لكن في الجهة اليسرى. إذن هنا ماذا نفعل؟ إذا كانت في الجهة اليسرى سوف نستعمل اليسار، يسار ثم بعد ذلك الأعلى إلى اليسار، ثم نقوم بإنزاله. نبحث هل هناك أبيض؟ إذن هنا لازال لدينا هنا أبيض في الجهة اليمنى. إذن طبيعة الحال دائما أخضر، نوفر له أخضر. بعد ذلك نقوم بنفس العملية، يمين أعلى ثم يمين عكس. هنا توفر لدينا أبيض ولكن في الجهة اليسرى. إذا كان في الجهة اليسرى، إذن فالجهة اليسرى هي التي سأقوم برفعها. إذن يسار طبيعة الحال الأعلى هو كذلك يجب أن يكون في اليسار، ثم أنزل. أظن أن لم يبقى لدينا هنا مربعات بيضاء. إذن هنا حصلنا على
هذا الوجه الكامل بالأبيض. إذن هذه هي المرحلة الموالية. إذن نمر إلى مرحلة ثانية، مرحلة الثالثة الآن. المرحلة الثالثة هو أن أولا لدينا هنا نلاحظ أن تكون لدينا هذا تي المقلوب في جميع الأوجه. إذن إذا لم يكن تي مقلوب فلا يمكننا أن نمر إلى مرحلة أخرى، تي مقلوب. إذن هنا توفر لدينا هذا التي مقلوب. مثلا سنبدأ بهذا الوجه هنا بالأزرق، يجب أن يكون هذا المربع بالأزرق. إذن نبحث له عن لون أزرق. جيد، إذن حصلنا على لون أزرق. الطريقة هي أننا نبحث عن اللون الذي يكون في أعلى هذا المربع. إذن هنا لدينا برتقالي، برتقالي الآن هنا لدينا في الجهة اليسرى. إذا كان البرتقالي في الجهة اليسرى فالطريقة هي كالتالي: أعلى إلى العكس، يعني أعلى عكس، عكس عقارب الساعة، ثم بعد ذلك يسار، ثم نفس الشيء أعلى عكس، ثم أنزل ذلك اليسار. هنا يتوفر لدي أبيض في الجانب يجب أن أتخلص منه بالطريقة العادية التي تعرفنا عليها. إذن دائما لدينا هنا برتقالي، نبحث عن البرتقالي، ثم يمين أعلى يمين عكس، وهكذا تخلصنا من ذلك اللون. بنفس الطريقة دائما هنا أكمل البرتقالي، هنا لدينا أزرق، سنبحث عن الأزرق. نعم، إذا هنا لدينا أزرق، سنبحث عن الأزرق. لدينا فوقه الأحمر، الأحمر هو الآن على الجهة اليمنى. إذا الآن سنحرك الجهة العلوية طبيعة الحال إلى إذا مع عقارب الساعة، مفهوم؟ يعني مادام اللون الذي لدينا في الأعلى على الجهة اليمنى، إذا سنحرك الأعلى إلى اليمين، ثم يمين، ثم أرجع، يعني عكس عقارب الساعة، ثم أرجع ذلك تلك الجهة، مفهوم؟ دائما عندما نفعل هذه الحركة فإننا نتوفر على دائما على أبيض في الجوانب. إذن وهكذا. إذن قلت دائما نتابع بنفس الطريقة. إذن هنا أكمل، لدينا هنا التي بالأخضر، أكمل اللون الأخضر، ثم نبحث عن اللون الذي يوجد في الوجه الآخر. اللون الذي يوجد في الوجه الآخر هو أحمر. إذن ألاحظ أن الأحمر هنا لدينا على اليسار. إذن إذا كان على اليسار، إذن سوف أدير الأعلى إلى عكس عقارب الساعة، ثم يسار، ثم عكس عقارب الساعة، ثم أنزل. دائما عندما أقوم بهذه العملية يتوفر لدي مربع أبيض يجب أن نتخلص منه بالطريقة العادية التي نعرفها. إذن هنا أحمر، يجب أن يكون الوسط كذلك أحمر، ثم أقوم بالطريقة المعتادة. يعني يمين إلى الأعلى، يمين عفوا، ثم أعلى، ثم يمين عكس. هنا حصلنا، إذن هنا مررنا المرحلة الثانية. المرحلة أو الثالثة التي وصلنا إليها هو أن المرحلة يجب أن يكون السطر الأول والثاني كلها بنفس اللون كما لاحظتم، أول والثاني. إذن هذه هي المرحلة الموالية. الآن سننتقل لمرحلة أخرى. إذن أترككم مع هذا الشريط، سننتقل للشريط الموالي إن شاء الله.